بنات الصوابين بشرتها تجنن. يلا يلا معي بسوي لكم صابونية خيال. قدر بنات بحط فيها الصوابين. لاحظوا اللي نسوي كمية كبيرة لي والأخواتي والعمتي. هذه بنات الصوابين تجنن 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 تجنن. علبة من ماية الورد. حطيته على النار. أدوب كل الصوابين وراح أجيكم بنات. حط نقاط من عندك من عندك الصوص. كمان جلسرين. اللي هو شاي أخضر مضاد الأكسدة. كمان اللي هو زيت اللوز. صراحة مرة أحب ترطيبه مرة أحب. بنات كركم الجلسرين حطيت كمان مسحوق المورينجا وحطيت كمان يا ربي اللي هو ترمس المر ملعقتين وحطيت كمان أيوة. هذه بادرة الإيرانيات دقيقة بوريكم إياها. هذه بادرة الإيرانيات بقلبوا طالبة يا جميلات قلبي كذا خلاص جاهزة مجهزة. ترى على فكرة ترى تتقل ما تحسبوها كذا لا تتقل. بنات رحت عبيت هنا حبة بسم الله هنا حبة رحت وطالعوا كيف جمال الصابون. تغسلوا يدكم وضروري بعدها الترطيب وكذا تصيروا تلقون لك.